في المنيا قابلت نموذج للتكامل والتعايش بين ثلاث ستات همهم واحد، مواجهة التهميش، لكن كل واحدة كان ليها أسلوبها. ماريا وإيمان وسهى ثلاث قصص العامل المشترك ما بينهم هو نقل التجربة من واقع المدينة إلى الريف. ماريا نعيم أسست جمعية أهلية خيرية هدفها الأساسي تمكين الست الصعيدية من خلال محو أميتها وتعليمها حرف ومنحها قروض لعمل مشاريع صغيرة. طالما ربنا ادانا القدرة من خلال علاقاتنا، من خلال تواجدنا في مجتمعنا، من خلال عملنا، نقدر نساعد الناس بنساعده. لما جيتي فكرتي تشتغلي في مجال العمل الأهلي في وسط مجتمع صعيدي، ايه التحديات اللي واجهتك بشكل شخصي وبشكل مباشر؟ اي واحده ست كمان بتتدرج للعمل الاهلي بتلاقي صعوبات وتلاقي معوقات. ساعات بتطلب ان انا ايام ببقى بايته بره، ايام ببقى بعمل انشطه في اماكن تانية غير محافظه المنيا، فما ينفعش ان انا اتحرك لوحدي برده عشان طبع صعيدي بيغلب في الاخر. عايز اعرف من خلال شغلك في الجمعيه ايه التحديات والقضايا اللي بتواجه الست والبنت في المنيا تحديدا وفي الصعيد بوجه عام؟ احنا عندنا مشاكل في محافظة المنيا بالتحديد خاصة بالمرأة والفتاة، يمكن مشكلة الأمية اول المشاكل اللي بتواجهنا. ده بيستلزم مننا ان احنا نعمل تدخلات خاصة بموضوع محو أمية. يمكن من هنا جه فكرتنا ان احنا نشتغل مشروع تشغيل الشباب في مبادرات محو الأمية. المشروع بيهدف اساسا لمحو أمية 1000 سيدة، الهدف الاساسي. كمان بيتيح فرص عمل، عندنا 84 فرصة عمل في المشروع، عندنا 50 مدرسة موجودين في الكرة. إلى أي مدى البنت أو الست هنا في المنيا تحديداً يعني عندها رغبة في تغيير الواقع بتاعها والتحديات اللي بتواجهها؟ لا، هي الرغبة كبيرة قوي. يسعدني زي زمان، إحنا دنيتنا اختلفت خالص دلوقتي. دلوقتي إحنا عندنا بنات بيوصلوا لمراكز صنع قرار، ستات بتوصل لقيادات، بس هي التحديات دي أساساً موجودة في الكرة. في بعض الفتيات بتبقى مشكله بالنسبه لها ان هي ما عندهاش مصدر دخل. يمكن هو دي من ضمن الحاجات اللي احنا بنحاول ان احنا نسعى طول الوقت ان احنا نوجد لها بدائل. التمكين الاقتصادي للبنات هنا او السيدات ازاي بيتم؟ احنا يمكن من خلال منتج مثلا ايه زي حاجات زي كده، مثلا اكسسوارات في عقاد مثلا، دي هم بيتعلموا علشان ينقلوا الخبرة بعد كده للدارسين، علشان خاطر دي بالنسبة لهم ممكن تكون فرصة عمل. احنا مش بندربهم وبنعلمهم بس، احنا كمان بنساعدهم ان هم يعملوا مشاريع صغيرة. الحاجات دي بتتسوق وليها سعر، ولما تبقى في نماذج في الكرة قليلة تقدر بعد كده تعملها وتسوقها وتبيعها، وبتبقى سعرها بالنسبة لها مش حاجة زي سعر السوق. طول ما العرض قليل والطلب كتير هتلاقي نسبة اقبال عليها. بس ده مش بيتعارض مع فكرة ان انا التمكين على مستوى اوسع؟ انا بمكن المجموعه بتاعتي كوسيله للتحفيز والتشجيع، هي بعد كده ممكن تعمل حاجه زي نقل خبره، تنقل خبرتها لمجموعه ثانيه، ممكن تعمل مجموعات. يعني احنا فعلا في الجمعيه عندنا مشروع اقراض، وده اللي احنا مخططين له، وقلنا ان بعد كده بعد ما يتدرب وعايز يعمل مشروع ممكن ياخد كارد حتى ولو 500 جنيه. مدام ماريا، خبرتك السنين دي كلها وسط الستات في الصعيد في المنيا تحديدا، الستات هنا فاضل لهم ايه ومحتاجين ايه عشان يوصلوا للمكانة اللي تستحقها الست الصعيدية؟ محتاجين نقضي على الأمية ونعلن محافظة المنيا بلا أمية، عشان نسبة الأمية عالية جدا بين الإناث. محتاجين ما يبقاش عندي ساقطات قيد، ودي مشكلة احنا بتواجهنا في بعض العرب في المنيا، بيتجوزوا جواز اللي هو بالكلمة، لا في قسيمة جواز ولا في شهادة ميلاد لمولود، ودي بتضيع حقوق ستات كتيرة وبتضيع إرث ولاد كتيرة، وأولاد بتبقى مجهولة النسب بعد كده. ما بيقدرش لو الراجل اتوفى ما بيقدرش يثبتوا نسب الطفل. دي عندنا مشكلة من ضمن المشاكل في محافظة المنيا في العرب بالتحديد، المناطق اللي هي جبلية شوية. أروح جاية من البحكول المفتوح زي كده، طب أنا عندي 27 أهي. ماريا نقت إيمان من بين دارسات الخياطة وبقت مدربة للخياطة. إيمان بتحاول تنقل خبرتها للبنات دول ومنهم سهى. سهى من بندر المنيا لكنها اتجوزت في قرية بعيدة شوية. سهى بتحاول تكرر نموذج إيمان لكنها هتنقل خبرتها للستات والبنات في القرية اللي اتجوزت فيها. أنا حاسة إن القرية بتحتاج شغل التحصيل وشغل الخياطة أكتر من بندر، من المحافظة نفسها. انت دارسه ايه اصلا؟ انا سنس دار علوم. فكرت في الخياطه لان هي اكتر حاجه شغاله في القريه عندنا، لقيت الاحتياجات بتاعتها اكتر.
لاحظتي ده ازاي؟ يعني عرفتي ده ازاي؟ لاحظت ان انا نفسي لما بكون عايز اظبط حاجه بروح بلاقي زحمه، بلاقي ضغط كبير على اللي هي بتخيط. عرفتي بقى منين انه في دورات تعليم خياطه هنا في الجامعه؟ من خلال النت. انا عرفت ان في صفحه مشغل هنا. انت بتقولي لي عرفتي من على النت. السؤال هو البنت الصعيديه بتدخل على النت عادي والنت متوفر؟ عشان في صوره ذهنيه كده انه الصعيد ما فيش فيه انترنت ولا حاجه. انا شفت ده عشان انا بيت بابا من المنيا نفسها واهل جوزي كلهم من القريه، فانا شفت ده وشفت ده. دلوقتي القرى متمدينه خالص، مش زي الاول يعني. لا ازاي ده اثر على حياه البنات والستات اللي زيك الانترنت وان هم بقوا مطلعين على كل حاجه؟ ازاي ده اثر في حياتهم؟ انعكس عليكم ازاي؟ بالنسبه لي انا استفدت ان انا بدل ما وانا قاعده في مكاني عرفت اماكن ودورات. ما حسيتيش انه انا معايا لسانس دار علوم ما اروح اتعلم خياطه؟ المجتمع القريه اهلي بصوا لي ازاي؟ الحسبه دي ما جاتش في دماغي خالص. انا معايا جوزي متفاهم جدا فهو اللي شجعني على كده. يعني بدل ما انا قاعده، بالعكس انا قاعده في القريه فاتحه هفتح مشغل وفي نفس الوقت هبقى مراعيه اولادي في البيت. يعني او لو فكرت افتح مشروع افتحه في البيت، يعني هيبقى ده شغال وده شغال. الرجاله هنا ادراكهم ايه لفكره ان الست تشتغل؟ بيشوفوها ازاي؟ بالنسبه للقريه قفل، يعني الناس منهم قفل خالص. لكن لما بالعكس ان انا مش لما ابتديت اتحرك ورحت في دورات ومتمكنه، البنات ابتدوا يفكروا ان هم يجوا يشتغلوا معايا. فانا اثرت في القريه اكتر ما هي، يعني اكتر ما هي اثرت فيا. خيالك ايه ان انت تغيري ايه في القريه دي؟ ايه اللي محتاج فيها يتغير؟ الفكر بس والتعليم. فكره ان البنت تتجوز يعني مجرد ما تكمل 15 16 سنه، يعني تبقى صغيره.